وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف قائد محور اب العميد عبد الله مزاحم، مرحبا بك. اهلا وسهلا فيكم اخي عزيزي. اطلعنا على مستجدات المعارك في قعطبة وما مدى التقدم المحرز هناك. اخي العزيز، بالنسبه لما وحصل الان في جبهات ضالع، قعطبة، السليم، حمان، حاجر، جبهة مريس بالذات، يعني هو الحمد لله انتصارات يعني صحيحة وسليمة ومثبتة، يعني لم يكن عمل يعني عشوائي كما دخل الحوثي عمل حصل بعض الانهيارات بسبب الخيانات والبيع والشراء والإعلام الحربي للحوثية، لكن الآن فيه يعني ترتيب إداري عسكري صحيح ونموذج سليم يعني مرتب، بحيث تقوم القوات تطهير المناطق. كان تحرير قعطبة وفي رمضان يوم الجمعة كان، و كل ما تم تحرير المنطقة تم تثبيت المواقع والجبهات، تثبيت الأفراد، وأيضا التناول والمعطيات النيرانية، يعني حتى على مستوى المعطيات النيرانية في التعامل على العدو تعامل كله سليم، كل التخصصات تؤدي واجبها في تقدمات قواتنا. الآن كل ما تم دحر الحوثي من المنطقة تم تثبيتها ويعني وتحصينها ثم تهدر للمنطقة أخرى، وهذا اللي حاصل في التقدم المستمر لقواتنا. كم تبقى من المديرية لإعلان تحريرها؟ نعم، كم تبقى من المديرية لإعلان تحريرها؟ المديرية لقبها جزء بسيط يعني من ضمنها يعني الوصول إلى جبهة حمك، يعني مساحة قريبة جدا، في حال ظل هذا الاستمرار في التقدم يبقى لنا مساحة بسيطة إن شاء الله، وخلال الأيام القادمة يتم تحرير المديرية. نعم، مريس، كيف هو الوضع الميداني هناك؟ مريس طبعا هي لا تزال جزء من قعطبة، لكن مريس جبهة هي القلعة الحصينة التي ثبتت، هي الحصن المنيع للضالع، هي سبب يعني صمود مريس وثباتها، لم تسقط الضالع بسبب ثبات منطقة مريس، لو كانت سقطت مريس كان سقط الضالع بأكملها وتحرك الحوثي باتجاه الحبيلين والعنر وعدن، لكن مريس هي القلعة الحصينة التي حتى الآن التي لم يستطع الحوثي أن يهاجمها، حتى من بداية رمضان لم يهاجمها إطلاقا. نعم، بالنسبة للأزارق ما جديدها وماذا أيضا عن التقدم في ماوية؟ الأزارق في تقدم القوات، يعني الأزارق كان انهيار يعني عامد نفسي في الأزارق، لكن بداية ما بدأت قواتنا يعني خاصة بعد الحشد من قبل القوات الجيش الوطني والشرعية والحزام الأمني إلى الأزارق والكر، يعني كبر الحوثي إعادة وإخراج من الأزارق، ثم الآن تقدم في اتجاه ماوية باتجاه تعز، وهذا أيضا عامل إيجابي بالنسبة لقواتنا بشكل عام. العميد عبد الله مزاحم قائد محور إب، شكرا جزيلا لك.